مساء الخيرات ويعطيكم ألف عافية. ما بعرف إذا بدأ البس، إذا الصوت واضح. ألو، بسم الله. مساء الخير ويعطيكم ألف عافية وألف شكر لقناة الدنتستري أونلاين على المجهود الرائع. بصراحة شكر كتير كبير للدكتور مازن دوماني على جهده بتنظيم هذا المؤتمر. كتير بيسعدني وبيشرفني أني أكون بهذا الموسم كمان بالإضافة للمواسم القديمة. أنا بس حابة أتأكد إذا الصوت واضح تمام، بس إذا حدا عم بيسمعني اللي إذا الصوت واضح. بالبداية بحب أعرفكم عن حالي. معكم دكتورة دانا أبو روائح، أخصائية تركيبات الأسنان تعويضات السنية الثابتة، تخرج جامعة تشرين 2009 وماجستير جامعة حلب 2013. حبيت اليوم تكون المحاضرة هيك بسيطة لايف، ندردش فيها هيك مع بعض عن بعض النقاط اللي كتير هيك العملية. ما حبيت تكون كمحاضرة أكاديمية بحتة نحكي فيها عن دراسات عن أرقام، لا، حبيت تكون المحاضرة هيك شوي فيها نقاش وحوار بالأمور الكلينيكال، الأمور اللي بنواجهها بالعيادة معنا دائما. فرح أبدأ هلأ بموضوع أنا كتير بصراحة خبرتي الكتير صغيرة بمجال تعويضات الأسنان. رح نبدأ نحكي بعض المفاصل اللي بتؤدي لنجاح أي تعويض. كأطباء أسنان كلياتنا بنعرف إنه نجاح أي معالجة وأي حالة بيبدأ من التشخيص الصح. أي حالة، أكيد كلياتنا عنا حالات ناجحة بنفتخر فيها، وقت منقعد ومنراجع حالاتنا منتأكد انه الحالة الناجحة هي الحالة اللي بدأنا بتخطيطها بشكل صحيح. اكيد قسم كتير كبير منا بيشتغل بديجيتال سمايل ديزاين. بصراحة قبل سنتين من هلأ بالنسبة لإلي كان موضوع ديجيتال سمايل ديزاين هو عبارة عن تصميم الحالة ونفرجيها للمريض وما كان يعني لبعض الحالات المعقدة. مع الأيام ومع استخدام الديجيتال سمايل ديزاين بأغلب حالات التعويضات، صار أي حالة حابين عن جد أنها تنجح لازم نشتغل بالديجيتال سمايل ديزاين. ما هذا الديجيتال سمايل ديزاين عبارة عن بس صورة تصميم بيفور وآفتر نفرجي للمريض وناخد الأبروف عليه. صرنا نقدر، صار أي طبيب حابب تكون خطة علاجه بيرفكت صار لازم يبدأ بالديجيتال سمايل ديزاين. طيب بالنسبة للحالات اللي عم تكون عندي بالعيادة، بالبداية بيجي المريض. الله يسلمك دكتور. أنا بصراحة بتشكر كل الأطباء الموجودين هلأ باللايف وكلياتهم زملاء، والبعض كنا مع بعض بسنوات الدراسة، فبوجه كتير تحية لكل الزملاء وكل أساتذتنا اللي تعلمنا منهم وأخذنا من خبراتهم وما بخلوا علينا أبدا بكل المعلومات. هلأ بالنسبة للمريض، في بعض الناس بيقولوا طب انتوا كأطباء أسنان كتير توغلتوا بموضوع الفوتوغرافي وصرتوا تهتموا كتير بالتصوير وهيك. أكيد موضوع دوكومنتيشن وعرض الحالات هو جزء من مبدأ التسويق للعيادة، بس موضوع
الفوتوغرافي صار جزء لا يتجزأ من خطة علاجنا. يعني هلأ صار أي مريض بيدخل على العيادة، كيف قبل ما يقعد على كرسي الأسنان نعمل له صورة أشعة، صار لازم ناخد له صورة للأسنان، صورة للوجه، نعمل دراسة كاملة لكل المعطيات التجميلية اللي عنده. ما عاد التصوير الفوتوغرافي هو بس مشان بيفور وآفتر وعرض، لا صار هو الأساس بتصميم الحالة. يعني هلأ المريض وقت يجي ناخد صورة للأسنان. أنتوا يعني أي طبيب لسه ما دخل بموضوع ديجيتال سمايل ديزاين، أنا متأكدة بس يشتغل أول حالة بتاخد شوية وقت، تاني حالة بتاخد وقت أقل شوي، بس بعد فترة ومع مر الأيام رح يحس إنه هو مستحيل يقدر يشتغل أي حالة قد ما كانت سيمبل وقد ما كانت بسيطة بدون الديجيتال. يعني في حالات ناخد له صور، بنحط الصورة قدامنا، بنصير نتطلع، الصورة هي اللي بتقرر لنا التحضير لازم نعمله تحت مستوى اللثة ولا فوقه. يا ترى أنا أثناء التحضير لازم أدخل بنقاط التماس ولا لا، نخلي مجرد البريبريشن بدون ما ندخل بنقاط التماس. أنا عم بحكي عن حالة الفينير. بالنسبة للحالات اللي بتكون مشتركة يعني فيها تركيبات وفينير، شو نوع المادة اللي أنا لازم أستخدمها؟ هي كلها صدقوني معطيات. وقت نفحص المريض على الكرسي بكون عنا يعني وقت بسيط، ما بكون عنا الوقت اللي كتير طويل اللي نقعد نصفن بصورة الأسنان. أما الصورة الفوتوغرافية بالذات وقت عم تكون بعدسة ماكرو، عم بتكون بأبعاد معينة، نحط قدامنا على الكمبيوتر وبكون معنا وقت انتنا نصفهم بهي الحالة. يا ترى نحن شو محتاجين نعمل؟ برأيي البسيط وأكيد برأيي الأطباء اللي بيشتغلوا بالديجيتال سمايل ديزاين، صار الأساس لنجاح أي حالة هو تخطيط عن طريق برامج. طبعا برامج الديجيتال سمايل ديزاين كتيرة وما ضروري تكون البرامج المكلفة، في برامج كتير بسيطة وما أنا مكلفة، فهذا الشيء بيخلي الحالات تكون أسهل. يعني أنا أول ما بدأت بصراحة بدأت الحالة كانت تاخد أحيانا ساعة للديزاين وللتصميم وهيك، بعد فترة بتلاقي الطبيب نفسه انه خلال ثلث ساعة ممكن تنجز. كل حالة عن حالة الواحد بصير بتعلم. وقت يصير يعني انا هلأ الحالة في حالات بعد ما اكون ركبتها بقول بحطها قبل وبحطها بعد، بتفرج عليها. لو ما عاملين هذا التصوير، لو ما عاملين هذا الدوكيومنتيشن، ما بنتعلم من اخطائنا، ما منطور نفسنا. فهي الموضوع اللي كتير هيك الحاب اركز عليه، حابة بس نغير فكرتنا عن موضوع الديجيتال سمايل ديزاين. الديجيتال سمايل ديزاين ما عاد رفاهية بالعيادة، الديجيتال سمايل ديزاين صار اساسي بكل عند كل طبيب بيشتغل بتركيبات الأسنان. وصدقوني مجرد ما أنه الواحد يشتغل أول كم حالة فيه رح يحس حاله أنه بالفعل هو قبل ما كان يقدر يشتغل. طيب رح نحكي بالحالة من أول ما يدخل المريض. أول ما يدخل المريض أول شيء بنعمله قبل ما نقول له، طبعا بنقول له مرحبا واهلين وكيفك وشو حابب، شو اللي زعجك، شو الالام اللي عندك. بس او كاطباء كخطه علاج اول شيء طبعا صور الاشعه والصور الفوتوغرافيه وطبعات اوليه للاسنان. تمام يعني بالجلسه الاولى راح تكون عباره عن جلسه دردشه، ناخذ هاي الصور. صار واجبنا نحن قبل الديجيتال كان الطبيب يعمل مباشرة، يجي المريض يعمل بريبريشن، ياخذ طبعات جيدة أكيد ويبعتها للفني. الفني بذوقه بفنه بيعمل تركيبات. بعض الحالات بتجي كتير ملائمة على وجه المريض، وبعض الحالات بتكون التحضير ممتاز، طبعا ممتازة، الفني شغله ممتاز،
بس الحالة مانا بالجمالية اللي الطبيب كان بيحلم انه يقدمها للمريض. السبب الاساسي انه الفني ما المريض مانو قدامه، الفني بين ايديه موديل، فهذا الموديل بيعكس صورة بس للأسنان، ما بيعكس صورة وجه المريض، الشفاه، كل هاي الأمور. فهلأ صرنا بنقدر ننقل كل هاي الأمور لعند الفني. يعني وقت نحط صورة المريض، أول ما يجي المريض الصور اللي ممكن ناخدها واللي ضروري بنحتاجها بأي برنامج، لازم ناخد صورة مع الريتراكتر، صورة بدون ريتراكتر، صورة بالابتسامة، صورة مع بالاتجاه الفرونتال، مع الاتجاهات الجانبية، كل هاي الصور وقت نحطها من وقت مننقلها للفني، الفني بصير قدامه المريض ما عاد قدامه بس موديل. ديجيتال خلانا كأطباء نحن اللي نقرر شو الديزاين اللي حابين نعمله، ما عاد خبرة الطبيب وخبرة الفني هي اللي تقرر شو النتيجة النهائية. صارت يعني صارت كل الأمور مدروسة 100%. يعني هلأ وقت الطبيب هو اللي بيقرر، أنا حابب يكون طول السناية هذا الطول وبتناسب مع وجه المريض، عرض السناية، طول الأنياب، وقت ينقل هاي المعلومات كلها للفني، الفني صار بيقدر بيتحكم بالديزاين اللي عطاه الطبيب. ما عاد الفني هو بيجتهد، هو اللي بيقرر. صار أنا بدي أسألكم هلأ كطبيب، صحيح نحن يعني بنخسر شوية وقت عم نعمل هذا الديزاين، في شوية تعب، تنسيق الصور، وضعها بملفات، قصة، نيتنا نحط هاي الصور والتصاميم كلها لحتى نطلع بالتصميم اللي بدنا اياه. يعني لكل حالة لكل حالة لكل حالة، اهلا دكتورة آلاء، لكل حالة اكيد هذا شيء مرهق، بس وقت هذا الشيء كتير بيختصرنا بمراحل عمل الثانية. وقت نبعت الديزاين للفني، وقت نبعت له صور المريض، وقت نبعت له الستدي موديل، رح يجينا شيء اسمه ووكس أب كيت. ما عاد نحن بنطلب من الفني بس بدي الووكس أب، لا، بيجي في شيء اسمه ووكس أب كيت. هذا الووكس أب كيت اللي بيوصلنا على العيادة قبل لسه ما نكون عملنا أي شيء بأسنان المريض. هذا الووكس أب كيت بيختصر لنا كتير كتير من جهد وتعب، بيصير بيخلينا نعطيه للبيشنت التوقع المثالي كيف بدها تكون حالته. يعني من فترة كان في حالة، بصراحة يعني أنا شفت الأسنان، أوكي، البيشنت بعمر أنه عاملة تقويم وخلص، أنه رافضة أنه ترجع تعمل تقويم، وهي عندها بدها تكون سبيكر بمؤتمر وحابة تضبط ابتسامتها، الابتسامة فيها كراودد، اوكي. فبالنظرة الاولى قلت انه اوكي ممكن انيتنا بالفينيرز بالقشور الخزفية ممكن انيتنا نعمل ابتسامة جميلة، اسنان مرصوفة مثل ما البيشنت تطلبها. قبل الديجيتال كان اوكي اجت البيشنت هي مقتنعه بخطه العلاج، ونحن بنظرتنا يعني بالاخير العامل البشري اكيد فيه خطا ونحن بشر وخطائين، يعني فمن النظره الاولى اوكي تمام ممكن تطلع جميله الحاله. قبل الديجيتال كان اوكي المريض موافق، يلا تفضل على الكرسي، بريبريشن، نعمل برد، بنفحص الاوكلوجن، بنفحص انه الزوايا، خطوط الادخال، بنحس لازم نعمل بريبريشن ثاني. فجاه نكتشف انه نحن انتقلنا من الفينير للكراون لحتى نقدر نوصل للنتيجة الجمالية. وبتعرفوا في كتير مرضى يعني انه ما بتقبل انه انت كانت خطة العلاج فينيرز وتحولت للكراون. طبعا في كتير امور بتحكمنا، يعني
الفينيرز لازم يكون فيه مينيمال بريبريشن، لازم يكون بطبقة المينا، ما بصير نوصل لطبقة العاجنة، نأمن الثبات الكيميائي للعدسات. بينما مرحلة الديجيتال وعصر الديجيتال اللي نحن فيه، المريض بيجي كتير مرتاح بالجلسة الأولى، ما بنرضى نعطي أي خطة علاج بالجلسة الأولى. نأخذ المقاسات، التصميم، الصور، نعمل التصميم، نرسله لللاب، نقول له نحن بدنا هيك. بيجينا وقت يجينا أنه نحن الموديل بيفور وآفتر، ونكتشف أنه لحتى نوصل للديزاين اللي نحن بدنا اياه لازم نعمل برد كبير، لازم نعمل ممكن نضطر نعمل إندو لبعض الأسنان. صدقوني هاي المعطيات ما رح، يعني قد ما كان الطبيب دقيق بس عيننا تخزلنا أحيانا. فبعد ما نعمل الديجيتال نتأكد أنه لا، بيجي إجت البيشنت بالجلسة البعدة، طبعا كل الأمثلة والبوكس أب كيت موجود، من فرجية ديزاين قبل، من فرجية ديزاين بعد، أوكي نتيجة عاجبتها كتير، بس إلا ستوب ما رح نشتغل. طب ليش؟ أنا حابة النتيجة كتير عاجبتني، لأن للأسف يا عزيزتي أنت مضطرة لازم تروحي تقويم. نرجع للتقويم، بحالتك نعمل preparation كتير كبير، رح نضطر نعمل إندو لبعض الأسنان السليمة، وأنا بالنسبة لي هذا الشيء مرفوض. فالمريضة لو أنيتي حكيت لها بس هيك كان ممكن ما تقتنع، بس وقت فرجيتها الموديلات اللي بين إيدي، فرجيتها هاي أسنانك قبل شوفي الكراودد، فرجيتها الأسنان بعد التحضير كيف بدها تكون، فرجيتها النتيجة النهائية، شافت كل هاي الأمور، خلص انه اوكي نحن بين معنا بهذا السن لازم نعمل preparation 2 ملي، السن الثاني لازم نعمل له نغير كل الانجوليشن تبع السن. فبصراحة يعني هذا الشيء اللي بيخلي الديجيتال هو، يعني ما بينما لو ما في ديجيتال كان يعني خسرناها للمريضة أسنانها. هيك الطبيب بيحكي بكل ثقة، لا بحالتك لازم نرجع نعمل تقويم، التقويم هو الحل الأساسي. مثال تاني، في patient أوكي بيجو أنه ابتسامتهم يعني في شوية فراغات بين الأسنان وهيك، بدنا نعمل يعني عدسات بأقل برد ممكن، بس في عدم تناظر بكونتور اللثة بين الأسنان. نحن مثل كأطباء كلياتنا بنعرف إنه جمال الابتسامة ما نو بس الأسنان، جمال الابتسامة تناظر اللثة، تناظر بين الطرفين، تناظر مقدار ظهور اللثة أثناء الابتسامة، تغطية الشفاه. البيشنت ما يعني ما رح يكون عنده هاي النظرة وعنده هاي الرؤية، فكتير بيشنت بيجوا إنه بعد ما نعمل الديزاين ونشوفه انه لازم نعمل جنجيفيكتومي ببعض الاسنان او كراون ليسنينج. بعض البيشنت بيرفضوا انه لا انا ماني حابب اعمل جنجيفيكتومي، ما بدي ادخل باي جراحة لسوية، ممكن خوف من الالم، عدة اعتبارات. طيب شو الحل حتى نقدر نقنع على المريض؟ الحل نرجع منقول هو الديجيتال سمايل ديزاين، يعني وقت نعمل تو ديزاين للمريض ونفرجي للمريض ابتسامته اذا عملنا جنجيفيكتومي وابتسامته بدون ما نعمل، هو لحاله رح يشوف الفرق، هو لحاله رح يصير انه اوكي انا بدي اعمل هذا الاجراء، انا بدي اوصل لهذا الديزاين. فمشان هيك برجع وبقول وبأكد كد ما عاد الديجيتال سمايل ديزاين رفاهية أبدا، يعني صار هو اللي بيحدد لنا كيف لازم نشتغل. فبعد ما نعمل ديزاين وهيك وصلنا لمرحلة الوكس أب كيت. الوكس أب كيت اللي بيجينا من اللاب بيكون فيه عدة أمور، فيه موديل الوكس أب، فيه البريبريشن جايد، فيه
بالنسبة للpreparation guide فيه 3 أجزاء، جزء بيكون في الأرش، وجزء بيكون للجزء الدهليزي، وجزء بيكون للإدج جايد. وبيجي سيليكون ماتريكس في الأرش، سيليكون ماتريكس اللي نحن رح نعمل فيه الموك أب. فالموك أب رح يكون طبعا إذا عملنا 2 ديزاين للمريض بدنا نضطر نعمل له 2 سيليكون ماتريكس في الأرش، سيليكون ماتريكس. فبتوصل كل هاي الأمور. هلا الحالات بتنقسم لقسمين، قسم بيكون الأسنان صغيرة، في فراغات بين الأسنان، نحن بالعدسات بدنا نكبر الأسنان. بهي الحالة ممكن نعمل الموك أب مباشرة على أسنان المريض، يعني الأسنان الصغيرة ما في أي بروز بالأسنان، ما في أي انفتال بأي سن، فممكن مباشرة بس يجينا الوكس أب كيت نقول له للبيشنت تفضل هلأ رح نفرجيك كيف رح يكونوا أسنانك مباشرة، وبنعمل له الموك أب. في بعض الحالات الثانية لا، بيكون في كراودد، في بعض الميلان، في بعض البروز، بهي الحالات بدنا نضطر بيجينا مع الوكس اب كيت بيجينا موديل بيكون اللاب عامل مارك وين الزوايا اللي لازم نعملها تحضير، وبنفس الوقت بيبعت لنا guide preparation نتأكد النيتة بتطلع وتدخل بكل سلاسة يكون فيها passive fit. بس وصلنا لهي المرحلة وقتها بنعمل له للpatient الموك اب. طيب هلأ في نقطة كتير مهمة بدي أنوه إلها بهي المرحلة، بمرحلة الموك اب. مرحلة الموك اب ما أنا مرحلة بس إنه عنا سيليكون ماتريكس بنحط فيها الماتيريال وبنعملها. بعد ما نعمل الموك اب هي مرحلة يعني ممكن على السرعة انه اي حدا يغفلها، اللي هي انيتنا نتأكد انيتنا عملنا الموك اب بشكل صحيح. يعني هذا الوكس اب بالعلم مثال هو نفسه الموك اب اللي باسنان المريض. يعني بعض الاحيان بتعرفوا انتو السيليكون ماتريكس بتيجي طرية، يعني صحية فول ارش وبتستند على الاسنان الخلفية بس بيجي فيها طراوة، فممكن ونحن عم نحطها بفم المريض انيتنا نضغطها زيادة، او يكون او انيتنا ما نقدر نوصلها لنفس المكان وما يصير في انطباق كامل. فبهي الحالة رح يكون في تشوه بالموك اب، رح ناخد الابروف من المريض على موك اب غير الوكس اب اللي عامله اللاب، ورح نحصل على نتيجة نهائية غير النتيجة اللي نحن عم نعملها الديزاين والخطة. طيب الحل بهي الحالة بعد ما نعمل اي موك اب لازم نتأكد انه الموك اب اللي عنا هو نفس الوكس اب اللي على الموديل. نتأكد بطريقتين. اول شيء وقت ننزع السيليكون ماتريكس لازم يكون سماكة المادة اللي استخدمناها لصنع الموك اب تكون كتير رقيقة عند الحواف اللي سويه، يعني وقت ننزع يكون هي عبارة عن قشرة كتير رقيقة. هون منتأكد انه نحن في عنا انطباق تام بالسيليكون ماتريكس وعنا دقة بالموك اب اللي عملناه. واللي منتأكده كمان منجيب البيركوليس ومنتأكد من طول وعرض السنيتين السنايا والانياب، منقيس الموك اب اللي باسنان المريض مع طول الوكس اب الموجود بالموديل اللي عنا، وبناخد هذا المقاس الطول والعرض ونتأكد انه في دقة تامة وانطباق. وبهي الحالة بنقدر نقوله للمريض هذا هو الديزاين اللي عملناه. طيب طبعا هلا هون بنجي البيشنت هو شو حابب. نحن طبعا بالديزاين يكون اخذنا بعين الاعتبار الستايل اللي حابه المريض شو بيناسبه. ممكن هلا بعد ما شفنا الموك اب واضح بفهم المريض بنخلي المريض بنسجل له فيديو صغير وهو عم بيحكي، منشوف منقيم لفظه للحروف، منقيم الاطباق، منقيم
إذا ظهور، قديش مقدار ظهور الأسنان أثناء الابتسامة أثناء الكلام، كل هاي الأمور، ومنفرجيه للمريض هذا الفيديو. أوكي، في حال حبينا نعمل أي تعديل، بعض الأحيان إنه نضطر نعمل تقصير بسيط ببعض الزوايا، نعمل تطويل لبعض الأسنان، هاي الأمور كلها ممكن عن طريق الكومبوزيت، بواسطة الكومبوزيت نرجع نعدل الديزاين بأسناء بفم المريض. بعد كل التعديلات والبوليشينج والإنهاء والمريض خلاص عطل أبروف التام على هذا الديزاين، وقتها نرجع ناخد إمبريشن للموك أب بعد التعديل، ومنرسله لللاب ومنقله هذا هو الوكس أب النهائي اللي نحن بدنا اياه. طيب، الشغلات الثانية اللي بحب احكي عنها، انه شو اللي بتخلي يعني صورة الديجيتال اللي نحن عم ناخده كهي صورة تشخيصية، شو هي الامور الثانية اللي بتفيدنا غير تصميم الابتسامة؟ يعني نحن وقت ناخد هاي الصورة عم نقدر نقيم ألوان الأسنان بشكل تام، ففي حال كان وجود في أي تلون بأي سن، فنحن بناخد بعين الاعتبار أثناء الديزاين إنه هذا السن نحن محتاجين نعمل منه تحضير شوي أكتر، مشان نعطي سماكة لمادة السيراميك مشان نخفي هذا التصبغ. في حال كان عندنا مثلثات سوداء بين السنايا ونحن بدنا نغلق هاي المثلثات السوداء، فالحل قدامنا انيتنا لازم بالبريبريشن نزيل نقطة التماس بين السنايا مشان تجي القشور الخزفية او التركيبات انيتها تغطي هاي المنطقة، ونقدر نرسم ونعيد نقاط التماس بالطريقة اللي بدنا اياها. اما اذا في حال يعني عملنا تشخيص سريع وما درسنا بالصور هاي النقاط، ممكن المريض ما رح يقدر يجي يعبر لنا يقولنا أنا مزعوج من المثلث الأسود الموجود بين هالسنتين. يعني هو بيقول إنه المريض إنه أنا مزعوج من في عندي شيء زعجني، بس ما بيقدر يعرف شو يقيم شو هو الشيء اللي زعجه بابتسامته. نحن وقت نعمل الدراسة الكاملة ونشوف انه هو عنده بين السنتين مثلث اسود، فاذا هي الصورة شفناها بعد ما انهينا البريبريشن ما عاد نقدر نعمل اي تعديل، لان في حال كان البريبريشن ما عملنا بروكن لمنطقة التماس، فرح نضطر نتقيد بشكل نقاط التماس الموجودة عنا بالاصل. اما في حال كان عنا عملنا قررنا انيتنا بدنا نعدل هي المثلثات السوداء، فمباشرة يسعد مساكي دكتورة فراد، فمباشرة بنعمل بروكن وبنعمل تحضير لمنطقة التماس مشان تيجي الفينيرز والقشور الخزفية تغطي هي المنطقة. الشغلات الأساسية كمان بنجاح التعويضات إنتنا نقدر ننقل اللون بطريقة صحيحة للاب اللي عم بيشتغلنا. يعني من بين المعطيات اللي لازم نرسله لللاب أثناء بالإضافة للصور والديزاين، لازم نرسله لون الأسنان قبل التحضير ولون الأسنان بعد التحضير، طبعا بدليل الاندي الخاص فيه. طيب، السبب انه مثل ما بنعرف انه الأول سيراميك او اي مادة التعويض اللي بدنا نستخدمها هي عبارة عن الانواع كتيرة، فاختيار اللون وارسال صورة للأسنان بعد التحضير من أهم عوامل اللي بتخلي اللاب يعني يقدر يتحكم بمادة السيراميك. يعني نحن مو بس بنكتب له بالأوردر إنه يوجد تلون، لازم نرسل له الصورة.
تلون السن له عدة أنواع، له عدة درجات، هاد كله بتحكم بطريقة اختيار التعويض النهائي. طبعا يعني أنا اللي بفضله أنه حتى الطبيب هو اللي يبعث له للفني أنا بدي تستخدم الإنجوت المثال الفلان الفلاني، بدي العدسات تكون HT LT، كل هاي الأمور. لأني نحن أكتر شيء نحن كأطباء نحن اللي على التواصل مع المريض، نحن اللي بنعرف شو المريض اللي بده إياه، ونحن المسؤولين أمام المريض. فهي المعطيات لازم نحن اللي نقدر نختارها ونقررها بكل هاي الأمور. طيب خلينا نحكي بموضوع العامل كمان اللي بيخلينا يعني هاي الصور وهذا الديزاين وهي الأمور بتخلينا نقرر كمان إذا نحن بدنا نعمل خط الإنهاء وخط إنهاء التحضير، هل هو رح يكون فوق اللسة تحت اللسة، كل هاي الأمور يعني بنقدر نقررها أثناء تشخيص الحالة وأثناء وضع خطة العلاج والتشخيص. حتى في حال كان عنا وجود أوتاد، هل هذا السن محتاج لبناء أو غير محتاج لبناء، كل هاي الأمور بنقدر نقررها بخطة العلاج. بصراحة أنا كان أكتر شيء هدفي إني توصله إنه موضوع ديجيتال سمايل ديزاين، موضوع إنه لازم يصير عنا ديجيتال سمايل ديزاين هو الأساس بكل خطة علاج. ما عاد نترك الموضوع بس لأي تخطيط عشوائي للحالة. هلأ بصراحة أنا هي أكثر فكرة كنت حابة أحكي عنها. طيب والفكرة الثانية، بعد ما أنيتنا نعمل هذا الديزاين وبعد ما أنيتنا ننقل كل هاي الأمور، نكون اجتزنا أكبر عامل بنجاح التعويض. العامل الثاني طبعا هو الطبعة والإمبريشن وكيف بدنا نختاره. طبعا نوع الإمبريشن سواء كان كتير له علاقة بطريقة التحضير، نحن حضرنا فوق مستوى اللسة تحت مستوى اللسة، في حال كان فوق مستوى اللسة ما لنا محتاجين لنعمل أي ريتراكتور كورد، كل هاي الأمور. حتى نحن بنقدر نطلب من الفني، نحن بدنا نشتغل بطريقة المونوليتيك أو تكنيك اللايرينج، كل هاي المعطيات لازم نكتبها بالتفصيل. توصيل هاي المعطيات للفني هي أساس نجاح الحالة. ما بعرف إذا في أي شيء حابين نحكي فيه. بصراحة أنا هاد أكتر شيء، المؤتمر الماضي حكيت بالتفصيل عن اختيار سمنت الإلصاق، فهاد هي المرة حبيت إنه تكون عبارة عن نقاط هيك متفرقة، جلسة نقاش هيك ودية. فإذا أي شيء أي حدا من الزملاء حابب يشاركنا بأي نقاش نقدر نناقش فيه الموضوع. هلا في كمان من الشغلات اللي كتير بتتحكم بموضوع التركيبات وهيك، هي موضوع هلا نحن اي تركيب وقت اي مادة تعويضية بتوصلنا من المعمل لازم نكون حريصين على المعمل انه يكتب لنا. دكتور محمد، بالنسبة للفينير كيف ممكن نضمن الصاق جيد وشو المواد المستخدمة بالالصاق؟ طيب لحتى نقدر نضمن الصاق جيد، أول شيء لازم نعتمد البروتوكول اللي جايينا من شركة الإلصاق بحذافيره. يعني أي تغيير ولو بسيط بهذا البروتوكول ممكن يعملنا مشاكل بالمستقبل. يعني أنا اللي بستخدمه هي الفاريولينك استيتيك من شركة الإيفوكلار.
بعد في من قبل كان يعني بعض الأطباء يقولوا إنه في جدل بين الدراسات، هل نعمل تصليب للبوند قبل ما نحط مادة الألصاق أو لا. هذا الشيء أنا اللي بفضله أن نتبع تعليمات شركة الألصاق بحذافيرها. طيب، في نقطة كتير مهمة وكتير أساسية بموضوع الألصاق، اللي هي تنظيف الأسنان وتنظيف المادة التعويضية قبل تهيئة الأسنان وتحضيرها لاستقبال سمنة الألصاق، ونفس الشيء بالنسبة للتركيبات. يعني الأسنان لازم نعمل لها بوليشينج، مو بمعجون البوليشينج الخاص اللي بنعمل فيه بوليشينج الأسنان بعد السكيرينج، لا، لازم يكون فري أوجينول. بنعمل لها بوليشينج كامل حتى لو كنا حاطين المؤقت، لأن في حال ما عملنا هذا البوليشينج وما نظفنا الأسنان رح نحس بعد ما نعمل الإيتشينج والبوندينج إنه في طبقة صغيرة على الأسنان، هي كلها بتؤدي لعدم الانطباق التام للتعويض. وبالمقابل عنا الفينيرز أو الكراون أو البريدج اللي جاينا من المعمل، لازم نعمل له تنظيف قبل تهيئته. يعني هلأ كلياتنا بنعرف إنه تهيئة الزيركون عن طريق الترميل، أوكي؟ طيب، وصلنا الزيركون مرمل من المعدن وكل شيء من المعمل، بس نحن مضطرين نعمل له تراي إن، يعني صار في عليه لعاب، في عليه سمنت التراي إن بيست، في كتير أمور أدت لعدم نظافة سطحه مثل ما بنحكي. فأنا بالزيركون بفضل نستخدم الإيفوكلين من شركة 3M، فبيزيل كل هاي، نتأكد إنه صار سطح الزيركون رجع نظيف. بالنسبة للقشور الخزفية ممكن نحطها بجهاز الاهتزاز، نحطها بكحول، تمام، فنتأكد من انه راح منا كل تراي ان بيست. هاي نقطة كتير مهمة، بعدها منتبع كل بروتوكول الالصاق اللي موجود بكت الصاق الفينير. والمرحلة كمان اللي ممكن يغفل عنا البعض هي موضوع مادة الجليسرين اللي بنحطها بعد ما نكون حطينا سمنت الألصاق، لأني ضروري نحجب مادة اسمنت الألصاق عن تماسها مع الهواء مشان ما يصير في أي تأثر بتفاعله. فهي المادة هي عبارة عن تيوب بيجي تمام. دكتور مازن، بالنسبة سؤال، أنا دائما أتصور وجود فقاعات من الهواء ضمن الإسمنت عند حواف الترميم، هل هي شيء مدروس؟ هلأ إنه ضمان عدم وجود أي فقاعة هواء، هذا الشيء ما بنقدر نضمنه. نحن بنقدر نقلل هاي العوامل قدر الإمكان. يعني نحن أثناء التراي إن لأي عدسة لازم يكون في عنا انطباق تام، ف عن تطبيق سمنت الألصاق وعمل الضغط على الفينيرز فرح يتسرب سمنت الألصاق. بهي المرحلة التسرب فرح نكون قللنا قدر الإمكان من الفقاعات الهوائية. رح نعمل تصليب لمدة ثانيتين ونزيل هذا الجزء، وبعدها نحط طبقة الجليسرين مشان نحمي هاي المنطقة من التعرض للهواء، وهيك بنكون يعني قللنا مشاكل عدم مشاكل اللي بتصير عند الحواف قدر الإمكان. هلأ بالنسبة للحساسية التالية لألصاق الفينير،
بصراحة هي يمكن أكتر شيء من نعاني منه كأطباء، يعني موضوع الحساسية، وموضوع الحساسية ما له بروتوكول. يعني في بعض البيشنت منقول لازم هذا البيشنت هلأ رح يصير عنده حساسية، وما بصير عنده حساسية. وفي بعض البيشنت بيكون كتير من البريبريشن، وبيكون كتير ما في عنده اي بريبريشن، وكل التحضير بطبقة المينا، ومع ذلك بصير عنده حساسية. تخفيف من الحساسية هي اتباع بروتوكول شركة الالصاق يعني بحرفيته، يعني ابتداء من تحضير بأقل قدر ممكن، انتهاء وضع المؤقت، وعدم ترك الأسنان بدون تعويض مؤقت ولو عدة ساعات، التأكد من الانطباق التام للعدسات والفينير بعد ما توصلنا من المعمل، انطباق حواف تام، عدم التقيد بالثواني المطلوبة لتخريش الأسنان وتخريش العدسات، لأن التخريش الزائد ممكن يسبب تغير بالبنية الأقنية العاجية. فهي الأمور كلها ناخد بالأسباب، وهو بالأخير إذا صارت حساسية بدنا يعني نضل نوصف للمرضى المعاجين اللي فيها بتعالج الحساسية وكل هاي الأمور. تمام. توضيح لاختيار لون اللاصق. اختيار لون اللاصق بيعتمد على عدة عوامل. بيبدأ اختيار لون اللاصق، نحن الهدف مو بس اختيار لون اللاصق، نحن هدفنا الأساسي انيتنا نحن بنكون حابين نوصل بالنتيجة النهائية للون B1. خلينا نفرض انه نحن بدنا نوصل للون B1، فلحتى نوصل للون B1 ثلاث عوامل بتأثر على هذا اللون. عامل الأول اللي هو لون بنية السن بعد التحضير. العامل الثاني اللي هو لون مادة التعويض وشو هي المادة المصنوعة من التعويض. والعامل الثالث اللي هو مادة الإلصاق. تأثير لون مادة الإلصاق على اللون النهائي اللي بدنا نوصل له ما بتجاوز 10%. فاختيار لون مادة الإلصاق مهم، بس ما له تأثير كتير كبير. المهم الأساسي هو أخذ لون الأسنان بعد التحضير، وعمل لون التعويض النهائي بشكل إنه وقت يعكس لون الأسنان بعد التحضير نوصل للون اللي نحن بدنا إياه. طيب كيف بنختار اللون؟ الطريقة الوحيدة اللي هي تراي إن بيست مع كت الفينير، بيجي تيوبات هي عبارة عن نفس لون تيوبات الإلصاق، بس هي عبارة عن تراي إن بنستخدمها، وممكن نستخدم عدة ألوان. بالذات نحن هذا الشيء أكثر الشيء بنستخدمه وقت يكون عنا سن واحد، يعني عنا عدسة واحدة أو كراون واحد. فبهي الحالة لازم نستخدم نجرب عدة ألوان وعدة يعني عدة تيوبات لحتى نقدر نتأكد أنه هذا هو اللون اللي نحن بدنا إياه. بس مثل ما حكيت برجع بقول تأثير مادة الإلصاق ما بتجاوز 10% على اللون النهائي للتعويض النهائي. الأساس هو لون بنية السن ولون المادة وطبيعة المادة المستخدمة بالتعويض، هن اللي بيلعبوا العامل الأساسي. تمام. بالنسبة للتعويض المؤقت للأسنان المحضرة لاستقبال الفينير، بنعمله بالعيادة طبعا قبل ثم وجود الأكريل المؤقت، أم هناك طرق أخرى؟ طيب بالنسبة للفينير المؤقت في عدة طرق. أنا بستخدم طريقتين بصراحة منهم. طريقة بستخدمها هي الأكثر، وطريقة تانية هلأ صرنا نبدأ نشتغل فيها. أما الطرق الثالثة فبعتقد صار قليل كتير، حتى قليلين من الأطباء اللي بيستخدموها.
أكثر طريقة شائعة وهي أغلب الحالات بنستخدمها هي أنا مثل ما حكيت، وقت يجينا كيت الوكس أب كيت من المعمل بيكون فيه موديل، فيه الوكس أب، وبيكون فيه سيليكون ماتريكس فول أرش. سيليكون ماتريكس هو عبارة عن في عندي فيديوهات بس موجودة، يمكن على لا رح نعرض هاي الفيديوهات لطريقة عمل الموك أب أو التعويض المؤقت بطريقة دقيقة. بيجي هي عبارة عن طبعة بناخدها للوكس أب، بعدين منقصها بطريقة معينة مشان نقدر نزيل زوائد المادة التعويض المؤقت ومنطبقها على الأسنان. هي أكثر طريقة شائعة. الطريقة الثانية اللي هي عم نشتغلها هلأ هي تقنية الديجيتال، يعني ناخد إما ديجيتال إمبريشن أو إمبريشن عادية ومندخل ونعملها سكان ومندخلها على برنامج الديزاين ونعمل بالبرنامج تحضير للأسنان حسب الديزاين اللي نحن بدنا إياه، وبعدها نعمل برينتينج لتعويض مؤقت جاهز بيلبسه المريض، بيشوف الديزاين اللي عملناه وبنفس الوقت بيستخدمه كمؤقت. أما هذا بيكون فول ديجيتال. أما التعويض المؤقت اللي بنصنع بالعيادة بعتقد كتير قليلين، ما بعرف أنا بصراحة ما اشتغلت فيه. في نقطة بس حبيت أذكرها بالنسبة لاختيار لون اللاصق واختيار مادة الألصاق، نفس ما حكينا دائما أهم شيء وقت نختار مادة الألصاق أهم شيء نعرف شو طبيعة المادة اللي اشتغل المعمل، يعني الليثيوم ديسيليكيت، زيركونيا، شو طبيعة المادة المستخدمة. في حال كان عنا سماكة الفينير سماكتها كبيرة وصرنا نحن نخاف من وصول الضوء لمادة الألصاق، ما لازم نستخدم نفس مادة الألصاق بالعدسات الرقيقة اللي سماكتها 0.3 أو 0.5، يعني بس جاوزت سماكة العدسة 0.8 فلازم نستخدم لاصق دول كيور أو سواء بالكراونز إذا كان من مادة الليثيوم ديسيليكيت ممكن نستخدم الدول كيور، في حال كان عنا زيركون نستخدم السيلف كيور. هاي الأمور كطبيب أسنان كيف يتم التفريق بين كراون الإيماكس والزيركون. يعني بصراحة هاي أول شيء الطبيب ده يكون صار عنده يعني خبرة، بيعرف كيف الفني اللي عم بيشتغل معاه. ممكن نجيب إتشينج فوسفوريك إتشينج لسيراميك إتشينج ونعمل تخريش، ووقت يتخرج رح يكون إيماكس. طبعا هاي في حال كان عم بيستخدم الام او زيرو بالايماكس، يعني الكتيم نفس كتامة الزيركون. اما اذا كنا عم نستخدم ال تي والاتش تي مباشرة من النظر بتتفرق. اما في حال يعني صار عنا شوية لبس وما عاد نعرف يعني مستخدم مادة كتيمة واللاب مستخدم اللاير تكنيك كت باك بالايماكس، يعني مجرد كور إيماكس وبعده عامل لايرينج بالجي سي سيراميك، فبهي الحالة يعني حتى نتأكد ممكن نعمل إيتشينج سيراميك ومباشرة بيبين معنا، مشان دائما مشان ما يصير، لأن هلأ نحن وقت نعمل الأوردر للمعمل فمنقول له بدنا هذا الكراون زيركون هذا الكراون إيماكس، هي العدسة تكون إيماكس من الإنجوت، يعني كل هاي الأمور. فيفضل حتى المعمل وقت يبعث لنا تقرير كامل بكل حالة شو هي المادة اللي استخدمها، وبنفس الوقت يبعث لنا هل هو عمل له إيتشينج ولا لا، هل هو عمل له تهيئة ولا لا، كل هاي الأمور لازم تنذكر.
إذا في أي سؤال أخير، ما بعرف يمكن أن اليوم آخر محاضرة، أو في أي طبيب يمكن أن اليوم آخر محاضرة. أنا حبيت هيك تكون معلومات خفيفة شوي، دردشة مثل ما بيقولوا، أي شيء ممكن نحكي فيه. هلا هو استخدم باودر اي ماكس او استخدم باودر جي سي او استخدم، هي العلاقة بشفوفيته، العلاقة بنوع الاي ماكس اللي استخدمه، كلها هي امور تا يعني امور لازم يعني انت يعني حتى زمن الخبز، طريقة خبزة، طريقة التكنيك عمله، ون بيك يعني تقنية الخبزة مرة واحدة، ولا كل لاير عملها دخل على الفرن ورجع طالعها، كل هاي الأمور بتأثر على النتيجة النهائية. فيعني بعد فترة أي طبيب بصير مجرد ما يمسك يعني تمسك هذا الكراون بتعرف هذا الفني هو اللي مشتغله، ومشتغله بهاي التكنيك، ومشتغله بهاي الطريقة. فهي يعني ما بقدر، ماني عارفان كيف بدي اقدر اشرح لك كيف ممكن. فانا اللي بحس انه خلص بعد اول حاله او هيك، هلا الجي سي بيجي فيه لمعه، فيه الزجاجي، الكور الزيركون، حكينا كيف ممكن نميزه، ماده الايماكس كيف ممكن نميزها حسب نوع الانجوت المستخدمه. فكل هاي الامور بتلعب دور. تسلم دكتور مازن، وأنا كتير سعيدة إنه أعطيتني هاي الفرصة، وإني نكون مع الأطباء اللي دائما نفتخر فيهم، وألف شكر لكل الأطباء اللي كانوا موجودين، وكل الأطباء اللي شاركوا، وبتمنى أكون قدرت أوصل الفكرة اللي أنا كنت حابة أوصلها، وإن شاء الله هيك لنا لقاء بالسنة القادمة بإذن الله، ويعطيكم ألف عافية. تسلم دكتور مازن، وكل الشكر لكل الزملاء، ويعطيكم ألف عافية، وليلة سعيدة للجميع إن شاء الله.